واحد بيفوت صلاة، كل واحد بيهمل في الصلاة، كل واحد بيبقى ماسك التليفون والأذان بيأذن، كل واحد بيبقى قاعد قدام الماتش أو على القهوة والأذان بيأذن، كل واحد بيبقى قاعد قدام المسلسل والأذان بيأذن، كل واحد بيتهاون في أمر الصلاة. اسمعني النهاردة، أنا بقول لك لقاء أحسبه حجة لي وحجة عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا خايف من الإجابة اللي جاوبتها للبنت، لأني كلها إجابة دبلوماسية حبيت أهدئ بيها من روعها. يعني أنت بتقر كلام الشيخ الأولاني أو التاني، دي آراء في الفقهاء، لما ترجعوا لها هتلاقوا إن المشايخ دي ما أخطأتش، لكن ما أصابتش القول مع البنت، لكن هم نقلوا إليها كلام الفقهاء. فخذوا بالكم، يا تارك الصلاة، يا من لا تصلي، اسمع، أنت في الدنيا صاحب كبيرة من الكبائر ومصيبة من أكبر المصائب وذنب من أعظم الذنوب. يا تارك الصلاة، اسمع، أنت في الدنيا تعيش في ضيق من العيش وفي ضيق من الحياة وفي هم مستمر وفي كآبة مستمرة وفي حزن مستمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.